القمة النارية بين الإسبرانس والأهلي نهار 26 جوان نهار سبت 8 متاع الليل. الإسبرانس شنو باش تعمل؟ الإسبرانس تحقق اللي يستنوا فيه الجمهور الكل، هل ستحقق الخامسة في بسويقة؟ باش نحكيو عليها في الفيديو هذا. مرحبا بكم كاشخين الكل، اليوم باش نحكيو على فيديو على الترجي والاهلي اللي باش يلعبوا نهار السبت 8 متاع الليل، اللي هو من اقوى الماتشات اللي باش يتعداو في الكوب دافريك. الاسبرانس ايكيبا قويه واقف، الاهلي ايكيبا قويه واقف، لا هو حد ما هو باش يلعب على العامل البدني على خاطر الزوز مرتاحين نفس الراحه. الاسبرانس ما عندها حتى ماتش برانسيبال الى حد الان بعد ما خرجت من كاس تونس مع الاتوال. كيف كيف الاهلي اجلت ماتشواتها الكل من دوري المصري باش تنجم تاخذ نفس الراحه اللي مخبتها الاسبرانس، واللي وقتها الناس الكل ارتاحت منها النقطه هذه باللي ما فما حتى حد عنده ماتش برانسيبال الا بعد الماتش بتاع الاسبرانس والاهلي. النقطه الثانيه اللي ندخل فيها اللي هي الاسبرانس ما لازمهاش تاخذ الاهلي من جهه التراهنات. نقولوش معناها ما نخبوش المنافس بالرهانات السابقه، معناها ما نقولوش راهي الاسبرانس ربحت الاهلي كيف بلاش وتنجم تحقق الربح. طارق دياب قال في محلل بين سبور، قال بلي الاسبرانس اقل بلي الاهلي والاسبرانس زوز قويين، اما الاهلي راهي قويه السنه، معناها الاسبرانس لازم تعرف كيفاش تلعب لها. كلامه صحيح، راهو كي قال الاسبرانس متعدي للدمي فينال من غير حتى اتاكون، من غير تكتيك واضح، واللي هو اكثر من كلامه صحيح. اول حاجه ساعه نشكره المدرب متاع الرجاء حاليا التونسي اللي هو نتمنى للاسبرانس باش تربح الكوب دافريك، ونتمنى باللي محمد علي برمبان يشارك في البطولات الاوروبيه. نتمنى له التوفيق الكل باش ينجح مع ليكيب نتاعو في المغرب ويحققوا الكاس الكونفدراليه. النقطه الثانيه هي زاد نشكر المدرب رافي الجعادي واللي هو قاعد يقوم في البلوس مع المدير الفني، واللي هو يهبط في اعانات المعين الشعباني باللي يخليه ينجم يبدل من الاربع ثلاثه ثلاثه اللي الناس الكل ولات تعرف، اللي الناس الكل ولات تعرف باللي الاربع ثلاثه ثلاثه لزاد فرسال الكل ولات تعرف باللي نقطه ضعف ونقطه قوة متاع الاربع ثلاثة ثلاثة، يسكروا على زوج جوارات نقطة الضعف ونقطة القوة، هكا هو الماتش ضمنه. بالنسبة لي أنا نتمنى في ماتش الأهلي يتبدل كل شيء، يتبدل التكتيك الفني، يتبدل كل شيء، على خاطر إذا كان باش نقعدوا بنفس التشكيل ونقعدوا نستخدف على الإفكتيف متاع جوارات، أنا نتصور ماهيش باش يجيب البلوس 100%. على خاطر الجهة التكتيكية والفنية عندها قيمتها كبيرة في كل نادي. النقطة الثانية اللي باش نحكيو عليها بلي الاسبرانس لازمها تعرف بلي هي عندها ماتش بهيب في راتس، معناها ما عندهاش نقطة رجوع، معناها ما تقولش النجم نعمل ريمونتادا وقت لي نرجع للبلاد متاعي. عندها ماتش بهيب في راتس، معناها الباي متاعها باش تاخذو من راتس من غير ما تكسر راسها، تعمل بونتوات تركيز فقط. ماهيش صعيبة الحكاية، النجم نتعداو للدمي فينال والنجم نربحو الفينال والخامسة نحطوها في باب السويقة بإذن الله. النقطة الثالثة اللي باش نحكي عليها هي مستحيل عدم الاهتمام بالاخبار الشائعة، على خاطر الاهلي تنجم تلعب على العامل النفساني، كما قلنا في اول الفيديو باللي الاسبرانس والاهلي مرتاحين الزوز، معناها الزوز نجموا يسترسيوا بعضهم، ينجموا يقولوا باللي اللعبة ذي تضرب، باللي اللعبة ذي تضرب، باللي اللعبة ذي تضرب، وهما بالعاني قاعدين يزيدوا في قوة، قاعدين يزيدوا، ويقول لك هذي تضرب، مالا الاهلي ولا تضعيفة، مالا الاهلي ولا تضعيفة، ويدخل استاد حاجة ويشوف حاجة أخرى. هذا هو زيدا نتمنى يوصل لخاصة للجمهور اللي قاعد يوصل في حكاية غلطة واللي قاعدة توصل للعبي. بالنسبة للنقطة الرابعة، عدم استسهال مدرب الأهلي مطلقا، واللي هي مخليته مدرب محترم وتكتيك باهي، مخلي الأهلي رابح السوبر الأفريقي 2 بلاش معناها في البركانة، اللي عرفنا الأهلي لعبت ماتش خايب الحقيقة وشفناه في نفس الكل مكشخين الكل تفرجوا فيه الماتش باش يشوف نقطة الضعف ونقطة القوة للأهلي، واللي هي صحيح لعبت ميتون خايب، أما هاكا ريتوه حتى في أخيب حالات مركز بونتوات. بخلاف خلى الأهلي تهز الميدالية البرونزية في كأس العالم بعد ما ترشحت للديمي فينال، هذا الكل قام به المدرب الأهلي. إيش معناها؟ معناها أنترونور واقف عنده تكتيك به،
يعرف نقطة الضعف متاع الجوالات، يعرف نقطة القوة متاع الجوالات، وخاصة مستحيل كان توا عدى ماتش، ولا كان مستحيل كان توا عدى ماتش من غير ما يشوف نقطة القوة ونقطة الضعف متاع الاسبيرونس، واللي الناس الكل تعرفها بلي نقطة القوة متاع محمد علي بن رمضان ومحمد الهوني، ونقطة الضعف خاصة في ليزارير، وخاصة كي واحد لأي ادفرساري سكر عليهم بلوك با الاسبيرونس ما ترقى ما تعب. هذه هي النقاط اللي تنجم نركز عليها الاهلي. انا نتمنى كان معين الشعبين يتفرج في ماتش الاهلي ويتفرج في ماتش نهر بركانة، وخاصة خدم انه العبار وخدم انه نقطة الضعف ونقطة القوة بتاع الاهلي، على خاطر واحد كمش يدخل للماتش من غير ما يقرا المنافس ما نصورش كمش ينجم يعمل حاجة هيلة. ما تدسش تختف على اساس راهو الافكتيف طيارة، وعلى اساس تحضر بركة الملاعبية ويبدأوا مركزين فقط. التكتيك الذهني والتكتيك البدني والفني نعاودها المرة الثانية باللي هي الحقيقة عندها منصتها في كل جمعية. بالنسبة لي أنا على خاطر مدرب، تقولوا نحن مدرب باهي، تقولوا انتم معين شعبيني مدرب باهي وعامل ماتشوات طيارة، مدرب باهي وعنده في مخه يقرأ المنافس ويتفرج فيه ويشوف نقاط الضعف ويشوف نقاط القوة، يعرف ويفهم تكتيكه، ما يلعبش بالأربعة كلافة كلافة يا أخي. نفس الجمعيات عندهم نفس التكتيك، نفس الجمعيات يكوروا على نفس البريباراسيون، يكوروا على الاستحواذ على اللعب الكل، يكوروا على الكونتر اتاك الكل، وراه كل واحد وحده. شنو تحط أربعة كلافة كلافة في الماتشات الكل؟ معناها عندي إذا كان ما تبدلش باش يجي وقت وتبدل وتفطر. صحيح نقولوا نحن تخاف لو كان تخسر ماتش لا قدر الله، وانتي ماكش مستانس بالاربع كلافة كلافة، اما غير باش يجي وقت وتستعملها اي تشكيلة اخرى وتولي خايف لو كان ما تمشي لك شديك، معناها كان تستعملها في وقت مبكر. من طوى انا نتصور احسن. بالنسبة للنقطة اللي قبل الاخرى باش نحكيو عليها، النقطة اللي باش نحكيو عليها هما نقطتين مربطتين بالاهلي المصري والاسبرانس. بالنسبة لي أنا مادام هم مرتاحين الزوز، معناه للعامل البدني هو اللي بيحكم المباراة. الزوز مرتاحين نفس الراحة، الزوز مترنين، الزوز قاعدين أكثر من لازم، ما عندهم حتى ماتش برانسيبال، معناه حاضرين 100% للماتش. اللي بيحكم في الماتش هذا العامل الفني والعامل التكتيكي، المدرب بتاع الأهلي والمدرب بتاع الاسبرو. بالنسبة لي أنا النقطة الأخيرة اللي باش نحكي عليها اللي هي لازم الجمهور يدخل المدرجات متاع رادس، ولازم لازم يدز مع جمعيته، على خاطر نقطة القوة متاع الاسبرانس هي نقطة القوة متاع الاسبرانس هي جمهورها، يدز معها جمهورها ويقف معها جمهورها لآخر دقيقة، وبإذن الله ديما يجيب في الانتصار. هذا هو اخر فيديو نتصور، هذا هو التحضير البدني والتكتيكي اللي لازم تعمله الاسبرانس، معناها الا التركيز والتركيز، خاصة باللي لازم تعرف باللي قدامها ايكيبة محترمة وايكيبة واقفة، ما لازم هيش تستسهل منافس، لا تستسهل منافس ولا تستسهل تكتيكات متاع الملاعبية او متاع المدرب. هذا هو اخر الفيديو، ان شاء الله يعجبكم، ما تنساوش اللايك والاشتراك، ما ناش قاعدين نقصروها، وكل نهارين نهار ثلاث ايام قاعدين نهبطوا. البارتي فيني بابن الله يجيكم بعد نهارين من ثلاث ايامات، ومتلقانا في الفيديو الجاي.